السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد في الفترة الأخيرة أصدر برشا أوامر رئاسية في رايد رسمي للجمهورية التونسية تتعلق بمجالات مختلفة، الاقتصادي متاع بعض المشاريع ولا متاع القروض، هذاك كيفاش لازم ما يرفعوش من الفائدة، ما يلزمش تكون مشطة وإلا مش تكون فما خطايا مالية على مؤسسات مالية بنكية. اليوم مرصد رقابة يكشف على معلومات خطيرة وعلى لوبيات تمكنت من تنفيذ الأجندة متاعها على الدولة التونسية من خلال نصوص صدرت في الرايد الرسمي للجمهورية التونسية. الكلام هذا يقوله مرصد رقابة اللي اتهم مقال حسب تسميته هو لوبيات المصالح بالوقوف وراء بعض النصوص اللي صدرت في رايد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر 2022. وقال اللي اللوبيات هذه قاعدة تستغل في الضعف غير المسبوق للدولة وفي غياب الرقابة لتمرير أجنداتها ومصالحها. مرصد رقابة قال بأنه نجاح هاللوبيات هذه في دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إمضاء هالنصوص وإصدارها في رايد الرسمي للجمهورية، ويقول بأنه هذا يؤكد بوضوح أنه رئيس الدولة لا يستمع لأي صوت عدا صوت نجلة بودن ومن ورائها اللوبيات المهيمنة على القصبة، في إشارة إلى اللوبيات المهيمنة على الحكومة. يقول قد أصبح عن وعي أو عن غير وعي وفي تناقض مطلق مع كل تصريحاته وشعاراته الأداة التي تمرر بها هذه المنظومة مخططاتها، وهو أمر خطير جدا على الدولة باعتبار أن الرئيس يتحكم اليوم في السلطتين التنفيذية والتشريعية ويداه مطلقتين لفعل أي شيء في غياب أي رقابة كانت على حد تعبيره. مرصد رقابة يقول كنا قد رسلنا رئيس الدولة بتاريخ 13 سبتمبر 2022 للفت النظر متاعو إلى سعي هاللوبيات هذه إلى تمرير مجموعة من النصوص الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية، من بينها مشروع أمر مشبوه معروض عليه للإمضاء يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان صفقات الأشغال. وهبت مرفق يعني مرصد رقابة هبت المرسوم هذا، يعني هبت منه كوبي في البيان متاعه، ويقول رغم المراسلة اللي وجهناها للرئيس لحياته لمن تنادي. حسب مرصد رقابة فإنه الأمر عدد 764 المؤرخ في 19 أكتوبر المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال يقتضي تجميع جميع الملفات المعنية بالمراجعة الاستثنائية، عددها يتجاوز مبدئيا 5000 ملف لدى جهة واحدة وهي لجنة خاصة لدى رئيس الحكومة وتحديدا صلب الهيئة العليا للطلب العمومي، واستثناء تلك الملفات من مرجع نظر لجان مراقبة أو مراقبة الصفقات المختصة حسب الترتيب الجاري بها العمل للقيام بذلك. يعتبر المرصد بأن هذا ما يطرح عديد المخاطر على حد تعبيره، من بينها إمكانية المحاباة والتواطؤ والرشاوي، ويقول بأن التعويضات موضوع الأمر هذايا باش تكون بمبالغ مالية هامة، وأنه أحكام الأمر تتنافى مع مبدأي الشفافية والمساواة وهما زوز مبادئ جوهرية في مجال الصفقات العمومية. مرصد رقابة يقول بأنه باش ينشر في الأيامات الجاية دراسة في الأمر وخطورته وباش يقوم بخطوات قانونية في شأنه باش يعلن عليها حال إنجازها، ومن المفترض أنه يلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذه المراسيم. وفي هذا الخصوص رئيس الجمهورية كان وضح قبل وقت يصدر القرار متاع المحكمة الإدارية لفائدة عدد من القضاة المعزولين، وقال إن سلطة تأسيسية لا يمكن الطعن
في الأوامر. يعتبر مرصد رقابة أنه المرسوم عدد 68 لسنة 22 مؤرخ في 19 أكتوبر الحالي صادر عن رئيس الجمهورية والمتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وهو بمثابة نسخة جديدة ورديئة لقانون الطوارئ الاقتصادية اللي حاول يوسف الشاهد وتحالفه الحاكم وقتها تمريره في مجلس النواب من 2016 إلى 2019 وفشل في كل مرة. يقول مرصد رقابة بأنه المرسوم الجديد اللي شكل محاولة استباقية للسطو على صلاحية التشريعية البرلمان المقبل رغم إضعاف سلطاته يتضمن أحكام خطيرة قد تفتح المجال للسمسرة وتتعلق بمنح امتيازات وتحفيزات لمشاريع بعينها تحدد دون معايير موضوعية تحت إشراف لجنة جديدة وبالأعفاء من الرقابة المسبقة وبالتحوز على الأراضي الصناعية وبملكية الأراضي الفلاحية من طرف واحد وغيرها من الإجراءات الاختيرة. دونك اليوم فما عدة نقاط يطرحها مرصد رقابة خاصة بمشاريع القوانين اللي حاول يصدرهم قبل يوسف الشاهد هو وحركة النهضة وقت كانوا في الحكم من 2016 إلى 2019. مرصد رقابة يقول بأنه نفس الرائد الرسمي تضمن نصوص أخرى هي الآن محل دراسة سيعود إليها في صورة وجود أي شبهات، ويؤكد أنه حريص على أنه تكون منشوراته عندها طابع فني وقانوني محايد وتستند دائما إلى مراجع قانونية ومؤيدات واضحة على حد تعبيره. إشكالية كبيرة يطرحهم مرصد رقابة يقول في الأيامات الجاية باش نوضح للرأي العام شنو ما المخاطر متاع الأوامر أو بعض الأوامر اللي أصدرهم الرئيس. يحكي كاريمو على لوبيات قاعدة تتحكم في قصر الحكومة بالقصبة واللي حاولت من خلال نجلة بودن والأوامر اللي تناقشهم في مجلس الوزراء وتناقشهم على مستوى حكومي وتهزهم لرئيس الجمهورية باش يصححهم وينشرهم في الرائد الرسمي. هذه اللوبيات عندها أجندة واضحة على الدولة من خلال معناها تستغل في نصوص تصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية معلومات اختيرة إن شاء الله يتم التثبت منها. وتقول يعني مرصد رقابة يقول بأنه الرئيس أعلمناه ورسلناه ولكن لحياته لمن تنادي كما جاء في البيان متاحهم، فالرجاء التفاعل مع التبليغات اللي تنجم تصير ساعات من بعض الجهات ولا بعض المنظمات اللي ساعات تكون عندها فايدة ونجمو معناها نعملوا إعادة نظر في عدد من النصوص ونكتشف شكون هاللوبيات اللي تحب تضر بالبلاد التونسية وتخدم المصالح الخاصة متاحها.